دوي. ولد الشاعر الكبير أحمد رفيق المهدوي في قرية جادو بالجبل الغربي عام 1898، فمن الجبل كان إطلاله على الحياة، وفيه تنسم نسماته الأولى، وعلى ذراه تفتحت مشاعره وتنبهت مداركه. ثم انتقل أبوه إلى مدينة نالوت والتي تبعد عن جادو 104 كيلومترات، فمكث فيها 7 سنين ونيف، تعلم فيها القرآن الكريم، حتى انتقل أبوه من أقليم الجبل إلى أقليم طرابلس، تحديدا لمدينة مصراتة التي انتقل إليها صبيا وتعلم اللغة الفرنسية. ثم انتقل إلى مدينة الزاوية الغربية، وفيها حصل على الشهادة الابتدائية بالتركية والعربية، وكان والده حينها موظفا بمدينة الزاوية. وقع الاحتلال الإيطالي 3 أكتوبر 1911، وبدأت الحرب تشتد والأوضاع تسوء، مما جعل البعض يهاجر إلى مصر والشام، فاتجهت أسرة رفيق إلى الإسكندرية في مصر، ومكث فيها من عام 1913 حتى عام 1921، أي ما بين 15 من عمره و23، وفيها حصل على الشهادة الابتدائية ثم الكفاءة ثم البكالوريا. عاد بعدها إلى بنغازي والتحق بوظيفة سكرتير ببلدية بنغازي، ولكن الطليان عزلوه من عمله بسبب قصائده الوطنية، فهاجر إلى تركيا عام 1934. وفي تركيا تنقل الشاعر في وظائف كثيرة، حتى شغل منصب عميد بلدية إدنا عام 1941. عاد إلى وطنه في عام 1946، وأسهم بقدر كبير في المشاركة في الحركة الوطنية التي توجت باستقلال ليبيا عام 1952. وعندما عاد مرة جديدة إلى ليبيا عام 1946، وقد اندحر الطليان، استقبل استقبالا وطنيا حافلا. كتب عباس العقاد الناقد والمفكر المصري عام 1954 مقالا مطولا عن شعره، وثمن موهبته عاليا، وأصدر محمد الصادق عفيفي في عام 1959 كتابا عن الشعر، خصصه بالكامل عن الشاعر أحمد رفيق بعنوان رفيق شاعر الوطنية الليبية. عينه الملك إدريس السنوسي عضوا بمجلس الشيوخ بعد أول تشكيل للمجلس عام 1952، وجدد عضويته بالمجلس عام 1956 في التعيينات الجديدة للمجلس. توفي في العاصمة اليونانية أثينا يوم الخميس الموافق 6 يوليو 1961، وأرسل جثمانه إلى ليبيا ودفن يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 1961 بمقبرة سيد عبيد بمدينة بنغازي. احتفت الجامعة الليبية بأربعينيته في شهر أغسطس، وأطلق اسمه على أحد مدرجات كلية الأداب، وأصدرت الدولة الليبية في الحقبة الملكية طابعا بريديا يحمل صورته، وأطلق اسمه على شارع الكورنيش بمدينة بنغازي. كان للحوادث الكبرى التي وقعت في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس صدى واسعا في شعره، تزعم الدعوة إلى التجديد في الشعر. عاش رفيق شاعر الوطنية الكبير الذي كان مخلصا لوطنه، فلم يخب ظن مواطنيه فيه يوما من الأيام رغم سنوات الاستعمار، وظل طيلة حياته مترنما بحب الوطن، ومشيدا بجهاده وكفاحه، وموجها لشبابه، فاستحق بذلك تكريمه وإعزازه وتسميته بحق شاعر الوطن.